تقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يعني إجت هاي الآية نسخة التوارث بالهجرة والتوارث بالمؤاخاة. النبي صلى الله عليه وآله لما إجوا المسلمين إلى المدينة آخى بينهم، آخى بين كل واحد جعل أخوه. مثلا عبد الرحمن بن عوف خلى مع عثمان، عبد الرحمن عمر خلى مع أبي بكر، بلال الحبشي خلى مع فلان ابن رويحة، ترك نفسه هو ما آخى أحد، وترك علي بن أبي طالب. يقول علي بن أبي طالب: فجئت وعيناي مملوءتان بالدمع، قلت له: يا رسول الله، آخيت بين أصحابك وتركتني؟ قال: إنما ادخرتك لنفسي، أنت أخي في الدنيا والآخرة. ولذلك تستغرب أم سلمة ليلة زفاف فاطمة سلام الله عليها، أم سلمة كانت هي مهيئة حجرتها إلى الزهراء، يعني صار زواج الزهراء بحجرة أم سلمة. فأم سلمة قال لها النبي: هيئي لابنتي ولأخي طعام. قالت لي: يا رسول الله، تسميه أخاك وأنت تزوجه ابنتك؟ قال: إي والله، إنه أخي في الدنيا والآخرة، إنه أخي في الدنيا والآخرة. يكرر. أعود للموضوع.